هاتفيا معنا سيد نبيل العتوم المحلل السياسي الأردني من عمان. سيد نبيل أهلا بحضرتك. يعني اليوم بومبيو كان في ختام زيارته في الأردن اليوم وتحدث مع نظيره الأردني سيد أيمن الصفدي عن العديد من القضايا لعل أبرزها القضية الفلسطينية وكذلك الوضع في سوريا. لو تحدثنا بشيء من التفاصيل عن هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك. يعني لا شك أن علاقات المملكة هي علاقات استراتيجية وتحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك كثير من النقاط والمسائل التي تجمع الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية في مقدماتها الأزمة السورية والأزمة العراقية بالإضافة إلى جمود عملية السلام في المنطقة. الأردن معني دعني أسميه بالانخراط بما يسمى بالحلول السياسية للتخفيض من حدة هذه الأزمات، خاصة أن لها تداعيات خطيرة على سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا على الأمن الأردني. في واقع الأمر يعني مناطق خط التصعيد تعتبر يعني مناطق مهمة خاصة في جبهة جنوب سوريا. الأردن ما يخشى هو عدد من الأمور، انتهاك ما يسمى بالهدنة المؤقتة هناك. الأمر الثاني وصول الميليشيات الشيعية التي قامت إيران بإنشائها وسعي هذه الميليشيات إلى سياسة الأوراق في منطقة جنوب سوريا خدمة لأهداف إيران وسياساتها الخارجية. ففي الواقع الأمر أنا أعتقد أنه ربما هنالك بعض البوادر ربما لتحرك أمريكي، خاصة مع تغير الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة الأمريكية مع مجيء إدارة ترامب، وبعد 12 مايو أيار فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحجيم النفوذ الإيراني من خلال مداخل الأزمات الإقليمية، وكما قال الرئيس ترامب وقف سلاح إيران للعراق وسوريا ولبنان ووقف تدخلات المتحدة للاستقرار في المنطقة. طيب، ولكن سيد نبيل يعني هو في نهاية الكلمة قال يعني كلمة غير مبشرة على الإطلاق بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تدعم الجانب الإسرائيلي في قمة تظاهرات غزة. أي رسالة أراد وزير الخارجية الأمريكي في أولى زيارته في الخارج إيصالها، وهل كانت هذه النقطة تحديدا من ضمن أهداف الزيارة؟ أنا بعتقد أنه جمود عملية السلام وما يتعلق بسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض صفقة القرن على دول المنطقة، أنا أعتقد أنه كانت ضمن أجندة حديث وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين الأردنيين. الأردن لديه مجموعة من الثوابت ما يتعلق بحل الدولتين ورفض فكرة يهودية الدولة وضرورة انسحاب إسرائيل وفق القرارات 242 338 وفق القرار 194. الولايات المتحدة الأمريكية في واقع الأمر هي صاحبة مبادرة حل الدولتين، وشاهدنا الآن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وترسلها من هذا التعهد. في واقع الأمر هنالك بعض الطروحات الأمريكية لا تتوائم مع السياسة والدبلوماسية الأردنية. أنا بعتقد حتى جهود الملك عبد الله كانت واضحة من خلال زياراته المتروكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لشرح الموقف الأردني وتداعيات أي حلول قد تكون على حساب تصفية القضية الفلسطينية على علاقات الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الأمن الإقليمي وعلى الاستقرار في المنطقة. القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة وهي المحرك وراء دوامة العنف والصراع. هناك تنسيق أردني مصري سعودي في هذا الاتجاه. أنا أعتقد أن هذا سوف يشكل عامل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنه بدأنا نتحدث عن طروحات خطيرة فيما يتعلق بيهودية الدولة وفيما يتعلق بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس وغير ذلك من هذه الطروحات، يعني بمعنى تصفية القضية الفلسطينية. لا، أعتقد أن الأردن من خلال جهوده يسعى إلى تعزيز أو تكثيف العلاقات الإقليمية والدولية في إطار السعي للضغط على الإدارة الأمريكية ومحاولة ثانية لما يسمى بمحاولة إكشاف بعض الجوانب التي تمس أمن واستقرار المنطقة من خلال طموحات لا تتوائم حتى لا مع اتفاقية السلام الموقعة ما بين الأردن وإسرائيل فيما يتعلق بتأجيل قضايا الحل النهائي لاتفاق أوسلو، وأيضا فيما يتعلق بالتفاهمات التي تمت بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. الأردن يدعم موقفه من خلال ظهير عربي ممثل بالموقف المصري، من خلال الموقف السعودي التي تنسجم وتتناغم مع السياسة الأردنية في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية. طيب سيد نبيل، يعني دعنا نتحدث عن الزيارة ككل، ما هو تفسيرك لهذه الزيارة بعد يومين فقط من تعيين السيد مايك بومبي وزيرا للخارجية الأمريكية؟ يعني مجلس الشيوخ صدق الخميس الماضي فقط على تعيينه والآن يتحرك في زيارة للشرق الأوسط، ما هو تفسيرك؟ أنا أعتقد أن التفسير يندرج في إطار الدبلوماسية التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد 12 مايو أيار فيما يتعلق بالاتفاق
النووي الايراني وعمليه التشابك فيما يتعلق بالدور الايراني المتعاقب في المنطقه. نحن نتحدث الولايات المتحده اعطت فرصه لدول الاتحاد الاوروبي لا سيما فرنسا والمانيا للتواصل مع الجانب الايراني لايجاد طرح اضافي فيما يتعلق بالاتفاق النووي الذي يشمل ثلاث مسائل اساسيه هي مرتبطه بالامن الاقليمي وبزياره وزير خارجية الأمريكي إلى المنطقة. الأول فيما يتعلق بتسريع إيران لوتيرة البرنامج الصاروخي الذي بات يهدد الأمن الإقليمي برمته من خلال تزويد الحركات التي تعتبرها إيران مخالبة وكلاء في المنطقة بهذه الترسانة الخطيرة وإطلاق أكثر من 166 صاروخ على المملكة العربية السعودية قام بها الحوثيين من خلال دعم إيراني مباشر. الأمر الثاني ما يتعلق بدور إيران الاستقرار ودورها من خلال مداخل الأزمات الإقليمية واستغلالها لمخالفها وكلاها في المنطقة في العراق وفي سوريا. وهذه الأزمات تلتقي بجمعية جغرافية مع دول الجوار فيما دول مجلس التعاون الخليجي مصر والأردن هذا تداعيات ذلك على الأمن الإقليمي برمته. الجانب الثالث فيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب فكل الدول العربية تعاني من هذا الجانب للأسف الشديد خلال الفترة الماضية. وبالتالي انا بعتقد انه في حال فشل وصول الولايات المتحده الامريكيه لما يسمى بالاتفاق والاطار المعدل للاتفاق النووي او الملحق الاضافي هنالك تداعيات قد يكون استرداف الميليشيات الموازيه التي قامت ايران بانشائها من خلال استهدافها في سوريا ممكن استهدافها في اليمن في لبنان. وبالتالي المنطقه مقبله على سيناريو جديد عنوانه هو قال بالامس سيد نبيل يعني وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو قال في اسرائيل بالامس بان الولايات المتحده قلقة من تمدد النفوذ الإيراني وأنها أعلنها يعني قال بأن الولايات المتحدة ستنسحب إذا لم يتم تعديل وإذا لم تسفر محادثات مع الشركاء الأوروبيين عن إجراء أي تحسينات في هذا الاتفاق. بالتأكيد يعني هذا أحد السيناريوهات المطروحة. هنالك سيناريو التهدئة وأعتقد أن الجانب الأوروبي قد فشل في إقناع إيران فيما يسمى به الملحق الإضافي للاتفاق النووي. وهذا معنى أنه الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن إيران ترفض أي تعديلات على الاتفاق النووي لكنها معنية بما يسمى بالتفاوض حول الملفات الإقليمية عوضا عن تعديل الاتفاق النووي. وبالتالي هي محاولة هروب للأمام. إيران وضعت ما يسمى مجموعة من السيناريوهات الخطيرة من ضمنها تسريع وتيرة البرنامج الصاروخي من ضمنها تسريع وتيرة البرنامج النووي من خلال رفع كثافة التخطيط إلى 20% وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزية من 6936 جهاز إلى 20,000 جهاز بالإضافة إلى التهديد بالانسحاب من المعادلة MPT معادلة عدم الانتشار النووي. الآن بموازاة ذلك أنا بعتقد أن كل هذه الخيارات الإيرانية سوف تؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة وسوف تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لكن هي مدعومة بحشد إقليمي ودولي. مواجهة مباشرة من أي نوع سيد نبيل لو سمحت؟ أنا بعتقد سوف تبدأ من خلال فرض مزيد من العقوبات الذكية على إيران التي تمس دعني أسمي جوهر الدولة الإيرانية مثل حصار بحري وبري وجوي وفرض أيضا عقوبات على حركة الطيران وحركة السفن بالإضافة إلى إدراج حركة الطيران الإيراني كمنظمة إرهابية و ايضا عقوبات ذكيه فيما يتعلق بإدراج ايضا دعني اسميه عقوبات غير مسبوقه قد تؤدي الى انهيار النظام الايراني في الوقت الذي تعاني فيه ايران من ضغوطات داخليه ومن حركه احتجاجات غير مسبوقه ومن ازمه اقتصاديه انهيار عمله التومه. طيب وهل هذا سيد نبيل يخفى على ايران كي تظل متمسكه بموقفها؟ بالتاكيد هو يشكل عامل ضغط لكن انا بعتقد ان التعديلات المطلوبه من حسب الاتفاق النووي الذي تريد الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الدولي سوف ينهي المشروع الايراني وسوف ينهي طموح ايران بانشاء دوله اقليميه عظمى بعد 2030 كما قررت ايران وسوف يؤدي بموازاه ذلك الى دعني اسميه انكفاء المجال الحيوي الايراني. يعني انا بعتقد ان ايران التي حاولت اقناع شعبها من خلال زج نفسها ومن خلال مداخل الازمات الاقليميه وانفقت اكثر من 40 مليار دولار على الازمه السوريه تنتظر العائد وتحكيم النفوذ الايراني سواء في العراق او في سوريا او في المنطقه معناه نهايه الحلم ايران بانشاء هذه الامبراطوريه التي تعهد خامنئي بانشائها. في واقع الامر انا بعتقد انه نحن مقبلون على مرحله عنوانها التصين وكل السيناريوهات باتت مطروحه على الارض وصيف ايران هذه المره سوف يكون ساخن على خلال السنوات السابقة. نعم سيد نبيل العتوم المحلل السياسي الأردني كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك.